بعد أن شغلت قضية الشهيد شكري بالعيد الرأي العام التونسي طيلة سنوات وبعثت الحيرة والقلق لدى جزء كبير من التونسيين الذين راقبوا مجريات القضية، لقى إصدار أحكام في حق المتهمين في قضية اغتيال شكري بالعيد ترحيبا لدى المواطنين الذين اعتبروا أن البلاد قد قطعت خطوة هامة في اتجاه حل أحد ملفاتها الشائكة والمعقدة. الحمد لله ظهرت الحقيقة، يعني بعد المدة هذه الطويلة اللي في خوض كبير كان عليها باش نعرف الحقيقة. احنا قلنا يمكن بعد 50 سنة ولا 100 سنة ولا كذا وباش ويمكن نعرف الحقيقة ولا لا، لكن الحمد لله القضاء خدم على روحه. مهم الشعب كل يحب على كشف الحقيقة، شكون قتل شكري، شكون قتل محمد البرامي، يعني هذا كل التوانسة يحبوا. صدور الحكم والمحاكمة هي الملف تمطط أكثر من اللزوم. أول ناس متضررين ومع عائلته وصغاره، أول ناس الشعب مهم باش يعرف عنا قضاء مستقل أم لا. الإعدام ما يكفيش، إعدام مع التنفيذ. كما دعا بعض التونسيين إلى ضرورة كشف الحقيقة كاملة ومن خطط لعملية الاغتيال وتحديد المسؤوليات، خاصة من تسبب في تعطيل مجريات القضية طيلة هذه السنوات، إلى جانب مطالبتهم بحقيقة اغتيال الشهيد محمد البراهمي. مهمة أما خذت برشا وقت وأكثر من وقتها معناتها نسوى كي هما عندهم كما نقولوا المعلومات بكل، شنو السبب علاش التوا بقات باش حكموا معناتها في القضية بتاع شكري بالعيد، وشنو السبب اللي خليهم معناتها توا يخرجوا القرار. المتهمين يا اخي شكون اللي امرهم باش يعملوا العمله اللي عملوها وكذا وكل شيء؟ تقول لي انت لا المتهمين نحكم عليهم وحدهم والاخرين وحدهم، كل مع بعض هي قضيه واحده. ما هذيك اللي ما فهمتوش انا، هم منافذين. وشكون اللي اعطاهم الامر وشكون الجهه اللي تهمها العمليه وبرشا حاجات؟ الله يعني القضاء يخدم في القضايا هذه بالاخص وعلى الاغتيالات هذه بقضيه البراهمي زاده، ويشوفونا زاده شكون المتصل بالبراهمي ولا شكون اللي قتله زاده، وتخرج للراي العام. اغتيالات سياسيه كانت فارقه في المشهد التونسي والقت بالبلاد منذ وقوعها في دائره التجاذبات، ولعل صدور الأحكام في قضية الشهيد شكري بالعيد قد يساهم وفق المتابعين في طي صفحة الاغتيالات السياسية.